مساكم الله بالخير جميعا. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله أنها جمعة مباركة على الجميع. ويوم الجمعة كما هو معلوم هو عيد الأسبوع للمسلمين بإذن الواحد الأحد. أنا ما أحب أني أنا أحاول أني أنا أتكلم أكثر في المجلس، ودي بعد كذلك أني أنا إيش أسمع، لكن خلوني أبدأ ذات بدء وبكم تتأملون معي القصة. هذه القصة حصلت يوم مشيت من عندكم البارح. طبعا ما رحت الرياض، أنا في صراحة أن قريبة عندنا هنية ومسيت فيها. يوم لبقت في جار عندي، رجال أكبر مني بسنوات، والرجال ذا صار له موقف من عجبي لهذا الموقف. كنت ناوي أصلي الجمعة، متوعدين أنا وسالم أصلي الجمعة وين؟ هنا، لكن أجبرت على أني أصلي معه الجمعة، لأن الرجل هذا آية جد جد يا شباب، آية ترى إلى الآن وأنا مصدوم من قصته. جيت البارح أبلبق، لقيت الرجال في الاستراحة، الاستراحة اللي جنبنا، لقيته مشغل اللمبات، قرطت عليه، طبعا احنا نعرفه، قرطت عليه ونسولف أنا وياه. صوت واضح؟ واضح لكم؟ إيه هو؟ لا واضح واضح، معلي ما يضره. المهم وسولف أنا وياه، وللرجال خاطره ماش، قلت أبو فلان سلامات وش فيك؟ طبعا أمون عليه مونة، والله يا عيال شوفوا حلفت لكم حلف بالله، لو يدري أني بقول القصة هذه بيزعل علي، لكن أبي أنقلها لكم فائدة لي أنا يا راعي في المقام الأول ثم لكم، ولا نبقى الاسم ولا نبقى المحل وين وشلون وكذا، لأن أبيها بينه وبين الله، هو يبيها بينه وبين الله عز وجل. الرجل عنده موضوع وهم شايله، يوم جيته لقيت الرجال شغال على ألف اللهم صل وسلم على محمد، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله، ألف سبحان الله وبحمده، ألف اللهم أستغفر الله وأتوب إليه، شغال عليها السبحة مع السبحة اللي فيها 100 حبة وشغال عليها، ولا الرجال خاطرة ماشي. كان أنا عندي هم واحتريك بس تقوم لا خلصني لك سواليف، أبوتر وبدعي الله عز وجل وأن يعطيني الله عز وجل في منامي بعد صلاة الفجر علامة. يقول أنا بدعي الله أن يعطيني الله علامة عشان يدلني الطريق هذا ولا هذا، عندي موضوع قوي جدا وأبي الله عز وجل يدلني عليه. سواليف أنا وياه طبعا فيها تفاصيل ما ودي أذكرها تخصه، وأتوقع بعد أنها يعني ما نستفيد منها من هالشيء أبدا. صليت الفجر، قبصت مشيت منها قبصات الفجر، رحت للاستراحة، فرشت فراشي وصليت الفجر، ورقدت بعد صلاة الفجر، وحطيت منبه على صلاة الجمعة يعني على الساعة كذا 10:30 عشان تقوم تتجهز تفطر تقهوى العامل موجود. يا أخي جاني فضول أول ما قمت، قلت العامل لا تصلح قهوة ولا تصلح شيء، أروح للرجال أكيد 10:30 بلقى مزين قهوته. والله العلي العظيم يا الربع، يوم دخلت عليه قهوته وجلس، قال والله يا أبو عبد المحسن إني من الساعة 8 وأنا مرتكز، هو ما رقد بعد الفجر. قلت ليش؟ قال رأيت الرؤيا. أقسم بمن أحل القسم يا الربع إنه يحلف لي حلف بالله إن الله عطاني إياها عيانا بيانا، ورأيتها في الرؤيا، ودلني الله عز وجل على هذا الشيء. وعيش معه جو إلين جاء وقت صلاة الجمعة، رحت صليت معه الجمعة، وأبغى أكمل معه بعد صلاة الجمعة بس ما قدرت، عندي إيش؟ عندي فقرة. السؤال اللي سألته إياه قبل صلاة الجمعة، يا أخي نبي نوصل للشيء اللي أنت وصلته، نبي نوصل للشيء اللي أنت وصلته، يعني أنت تشوف إجابة دعوتك على طول مباشر، تدعي وتشوف عيانا بيانا يدلك الله عز وجل عليها. كشف من غير الاستغفار والصلاة على نبينا ليلة الجمعة لأنها تكفي الهم وتغفر الذنب، ومن غير الأشياء هذه كلها أنصحك بالصدقة، بالصدقة تصدق،
داوم على الصدقة لأنها تطفي غضب إيش الرب بسبب ذنوبك ومعاصيك. حنا كتب الله عز وجل حنا نذنب، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون ثم يذنبون فيستغفرون ثم يذنبون فيستغفرون إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. لذلك جعل الله عز وجل في حلول، الرجل هذا نوعها أهمها الصدقة. اليوم أنا أبو سعيد والله العظيم بهم مجال أني أذكرها، لكن من باب الذكر بالذكر ها أكرمناكم اليوم بالذبيحة صح ولا لا؟ وقدركم والله العظيم أنه أكبر وأكبر وأكبر. اليوم في هذه الجلسة إحنا نبي نكرم الأيتام في وقف الأيتام، نبي نكرم الأيتام في يوم أفضل يوم في الأسبوع، وبتجينا بعد شوي آخر ساعة من يوم الجمعة نبي نكرم فيها الأيتام. أنا أتوقع أني أطلت في الحديث، أعتذر، أعطي المجال أبو سعيد، لكن والله ما ذكرت هذه القصة إلا من باب لي أنا يا رعد في المقام الأول ثم لكم حتى نصل للدرجة اللي وصل لها إيش هذا الرجل. العلم عندك أبو سعيد. الله يبيضك أبو عبد المحسن وياك. دام دخلنا في موضوع القصص شيء بالشيء يذكر موقف حصل لي أنا والله يا سلام. أسبوعي راح كنت أنا جالس في مسجد أنظر إقامة الصلاة وشوف رجال مع جنبي يناظر فيني كل شوي يناظر فيني، اتفت عليه يا مرحبا يا ولدي كيف حالكم طيبين، والله ما يعني كلمته ولا ظلمته، قال والله يا ولدي انكم قبل فتره سويتوا حمله كذا، جالس يدعي لي ويدعي الناس ويدعي لكم يقول ترى برامجكم طيبه، ثم قال ترى سويتوا قبل فتره حمله وتصدقت انا فيها ونمت، والله انها كلمته، يقول والله العظيم اني ما صحيت الا على حواله ما ادري كيف جتني، يقول فدريت انها من الصدقه، يقول انا جربت هذا الشيء في حياتي وشفتها في حياتي، فما بالك باللي مخبيها الله عز وجل لنا، أثرت فيني جدا. فأنا جالس أفكر أقول سبحان الله هذه الصدقة اللي أنت مستفيد فيها الدنيا وآخرة وما تنقص ما ينقص مالك منها وتكفيك شر يعني أمور الدنيا وتجيب لك أمور الدنيا كذلك والآخرة. أنا دائما أستشعر وأتفكر في كلمة إن الصدقة تطفئ غضب الرب، ربي اللي هو رازقني اللي في اللي دائما أنكسر بين يديه اللي دائما أدعيه يا رب ابغى الوظيفه الفلانيه، يا رب يسر الامر الفلاني، يا رب اني اسعى في ذا الدرب وفقني، انت الان تبتغي رضا الله عز وجل بهذه الصدقه. والان انا اقول لك الله عز وجل يسر لنا والله هذا الوقف، ترى والله العظيم لما نتكلم ونحرص ونكثف الكلام فيه ترى شيء يبقى لنا في ديننا ودنيانا، خاصه لمين؟ لليتيم. دائما يعني انا جالس مع عمتي مره من المرات جارت عمتي تسولف عليها تقول لها كيف جارت عمتي تقول لعمتي تدرين كيف الله عز وجل وفق عيالي في التجارة وساق الله عز وجل لهم الخيرات؟ قالت عمتي كيف؟ قالت عليك بعشي الجمعة. قالت وش عشي الجمعة؟ قالت آخر ساعة من يوم الجمعة ادعي الله عز وجل، فما بالك أنت الآن باقي ساعات بسيطة وندخل في آخر ساعة من يوم الجمعة وأنت متصدق، تظن الله عز وجل بيردك؟ والله ما يردك. عائشة رضي الله عنها أو فيما يبدو لي أنها عائشة رضي الله عنها كان عندها أحد الغلمان، كانت ترسله إذا بدأت تغرب شمس الجمعة تقول علمني عشان أروح أدعي الله عز وجل فيها. بل في السلف الصالح كان إذا صلى عصر الجمعة ما عاد يلتفت لأحد، يبدأ لله عز وجل يبتهل ويدعي. فإحنا الآن آخر ساعة من يوم الجمعة تصدق في هذا الوقف، خاصة لما نقول لك 300 ريال عنك وعن والديك وعن أحبابك وعن مستقبلك وعن أمان صحتك وعن أمان صحة عيالك، في نعم توافق من الله عز وجل. وأنقل المايك لك يا عبد الله. الله يجزاك خير، جزاكم خير جميعا. والاخوان كفوا ووفوا، ولكن على ما قال انا ودي اتكلم اولا محبه فيكم واجرا لي. فوالله احنا نتكلم هنا لسبب واحد، والله لا هو بداخل في مخابينا شيء ولا على ما قال لنا منهم الشيء المادي، ولكن احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى الاجر ولاننا نحبكم يا اخوان. فحنا زي ما ذكروا الإخوان في يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم فضيل، وحنا على موعد بعد شوي على ساعة إجابة وهي آخر ساعة الجمعة. وطبعا موضوع اليتيم وموضوع الصدقة موضوع جليل ومهم، والواحد لازم يستشعر شيء واحد، إن حنا هنا في دار ممر ومتجهين إلى دار المستقر. فالإنسان
يعني يحاول انه يهتم في هذا ذيك الدار اللي هي دار المستقر، الدار اللي بنعيش فيها على ما قال الأبدية. والإنسان يقدم شيء لنفسه، يعني وما تقدمه من خير فلأنفسكم. ترى الإنسان لما يقدم شيء حتى في الصدقة ولا في البر ولا في الكلمة الطيبة، هذه تراك أنت تقدمها لنفسك. وأذكر مقولة زين العابدين كان يقول لما يجيني سائل ولا محتاج ولا أعطيه أخجل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأني أطلب من الله الجنة، أنا أطلب من الله الجنة، فكيف يعني أترك أخوي المحتاج ولا. وهذه مقولة عظيمة لو استشعرناها الإنسان. والرسول عليه الصلاة والسلام طبعا قال أنا وكافل اليتيم كهاتين. موضوع اليتيم واليتيم من هو اليتيم؟ اليتيم أخونا في الإسلام ومن أبنائنا، وإن خلناه حنا راح على ما قال إلى دعاة الشر. وهذه من الأعمال الجليلة. والوقف هذا يعني خصوصا اليوم يوم جمعة، وساعة فضيلة، حنا مع موعد ساعة فضيلة وموطن من مواطن الإجابة. والوقف بيكون في الحرم، يعني في داخل حدود الحرم. فاجتمعت خير على خير. وأذكر أن يعني قاعد أستذكر قصة عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه من المبشرين بالجنة وصاحب رسول الله، وذهب من مكة إلى المدينة، لأن المهاجرين كانوا وقتها ما يأخذون من أموالهم شيء، يعني ضايقوهم المشركين. فكان من تاجر إلى رجل معدوم ماديا. فرضي الله عنه وهو من المبشرين في الجنة، اشترى ووقف بئر روما للمسلمين، هذا واحد. وشرى وفي جيش العسرة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قام عثمان رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله. ثم رجع الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يجهز جيش العسرة؟ وقال أنا يا رسول. ثلاث مرات. زين، فطبعا عثمان رضي الله عنه وهو من المبشرين وأوقف، ومع ذلك وهو عثمان ومن مبشرين بالجنة، وش عاد حنا يلي على ما قال علينا من الذنوب ما علينا تقصير. نعم، وأنا ما ودي على ما قال أطيل، لكن حبيت أني أدلو بدلوي، والله يكتب أجرنا وأجور. الله يبيض وجهك يا عبد الله. عندنا فايز طلب مشاركة، تفضل فايز. ولا يهينك ولا أنت. بوجه كلمة للكافل الأيتام، كافل اليتيم. يكفيك يا كافل اليتيم أنه جاك وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني أنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مكانة عظيمة، وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيا حظك يا من كفلت لك يتيم بمئة أو بثلاثمئة أو باللي تجود به نفسك. يا أخوان ترى هذا فضل عظيم، والله العظيم. والحمد لله، الحمد لله إن فيه وقف أيتام، يعني يقدر الواحد يكفل يتيم فيها. أكثر للحين أكثر الناس يبغى يكفل يتيم، يبغى فيه وقف تقدر تحول عليه وانت جالس في بيتك. سلمت يا أبو عبد الله، الله يطول عمرك. الله يبين وجهك. تفضل سلطان. أنا بحدك عن المسجد. لا بس بعدينك سلطان. اللي عندهم المشاركات جاهزة، سالم جديع والشباب، إبراهيم بيجي مع مفتاح، بيجي من كذلك. طيب نجيكم. ها تفضل سلطان. أنا في مسجد ولا بعد طلعت من مسجدي، والله ثم والله ثم والله انها صايله معي البارح. مضبوط. على طاري صدقه، طبعا معي اخوي ابو كايد وابو ريماس ولد خالي ولد عمي ثقل، هم يدرون وهم شايفين اللي حصل، ولكن ما يدرون وشني انا مسوي قبل ما نحرك من الديره. على طاري صدقه، والله ثم والله ثم والله اني تصدقت. ما هو كلمه تصدقت كذب، انا ما قلت اني بتصدق، بس رحمه من قلبي لا اراديا طلعت انا يعني شيء بسيط يا رجال. ما هو فما بالك يعني انا وش قلت؟ انا قلت ليتني اعطيت اللي في مخباي كله، وطلع شيء بسيط لا اراديا
ما حد حتى انتبه ولا حد بحولي. وتصدق واجي انا وياهم رايحين هنا من ديرة ينزلوني البارح، والله اني قبل ما انزل مضبوط القرية. طبعا انا محتاج ابي لي مبلغ مضبوط، لكن استحيت ما طلبت منهم، والدراهم اللي معي انا بيها عن طريق الصراف، الكاش معي شوي. ولد قبل ما انزل وهم يشوفون، والله العظيم انه جاني مبلغ مضبوط، المبلغ اللي في خاطري والله انه تدبل مرتين، والله انه تدبل مرتين، وهم علاها وهم روس من روس الموضوع ذا. فان اني سكت انا اول ما طرع علي اصدقه، فانا اقول اللي عوضني الله بصدقه اللي تصدقت بها، واللي جاء وحصل والله انه جايني بسبب الصدقه وانا ما طلبتها ولا بغاتها، انهم حتى شايفينها بعيونهم معي وهم معي ولا يدرون السبب هذا اللي جت. انا سببها صدقه، عارف ما حديتني على حلف. والعيال البارح انهم كل شوي عاينوا مخباي وعاينوا الدنيا، اني جايك انه بشيء ما توقعونه، اني على طول ما جاي في عيني صدقه. الله يبيض وجهك يا سلطان. عند سيف تفضل. كلنا نحتاجه، الصدقة شيء عظيم علينا وعلى أي شخص مسلم عاقل بالغ. الصدقة هي سعادة الحياة. أنا جربت صدق اللهم لك الحمد في أموري كل بيها، يمكن أقول ما نجحني في حياتي إلا صدقة. والصدقة أهم صدقة أنها كفالة اليتيم، كفالة جمعية مصرحة، جمعية مضمونة 100%، تعرف من تعطي، يعني شيء مضمون تعطي وأنت مريح، مريح نفسك وضميرك، تعرف من تعطي وتعرف من تتصدق له وتعرف وين تروح، وجمعية مرخصة. شيء ثاني، احنا اخوان اليتيم، اليتيم اذا ما حد عطاه منه بيعطيه، ان شاء الله ان كلنا اليتيم ويدنا واحدة، واسأل الله رب العرش العظيم انه يفرحنا اليوم باكتمال الوقف عاجلا غير آجل، ولا عاد باقي الا 2000، ما هي بواجد، ما عاد الا 2000 سهم، ما هي بواجد على اخوان المسلمين واخوان اللي يبغون الاجر والصدقة. راح الكثير ولا باقي الا القليل. انا اقول الهمه 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 وسلامتك طولت عمرك. الله يبيض وجهك. ولا اقطع كلامك، ودي اتصدق بسهم الوالدين بنيه ابو تركي وابو مناحي من تركي ابو سلطان ومناح ابو سيف مرحوم وميت. الله يبيض وجهك. بالمناسبه كذلك اعيد واكرر، مناحي اتصل واعتذر وعندهم عزاء يبين لكم وللجمهور انه مستأذن وعنده عزاء، والبارح على الخط يمكن شافها سالم على الخط هو ابو سلطان متجهين للعزاء. سمي ابو الوقت ما تكلمنا فيه من حظنا ومن صالحنا، الدال على الخير كفاءله. والوقف اللي احنا بدينا فيه الحمد لله شارف ان شاء الله على الاكتمال، هو بيكتمل باذن الله. و مما الشيء اللي محسودين عليه، احنا قائمين على هذا الوقف من يوم دخلنا البرنامج من بدايته وقدر الحين بيخلص، لكن أبى أستهدف لي شريحة معينة، اللي هم اللي عندهم مريض في بيتهم مريض ولا يعرف له مريض. الصادق المصدوق يقول داووا مرضاكم بالصدقات، وهذه صدقة ورائحة المستحقها، والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وسلامتكم. الله يبيض وجهك عبد الله. تركي بعدها تكلموا الشباب ما شاء الله، والصدقة مواقفهم مع العيال، فالصدقة تقي مصانع السوء، الصدقة لها فضائل كثيرة، ومن ضمنها أنها تدفع عنك الوباء وتنزل عليك البركة في مالك وفي عيالك وفي المكان اللي أنت فيه. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكاف اليتيم كهاتين، مثل ما قال فايز، هذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، من فينا ما يبغى يرافق الرسول. فأسأل الله رب العرش العظيم حنا وياكم من أهل الجنة ومن المتصدقين، وجزاكم الله خير. الله يبيض وجهك يا ترك. وجهك طال عمرك. الشيخ فلاح. الله يجزاهم خير ويرحم والديك ابو عبد المحسن، انت ويا اخوي سالم الله يعزكم ويسر اموركم وباقي الشباب. مثل ما قال اخوي عبد الاله، كلنا يتمنى كفاله اليتيم. يعني نسمع احنا في كل بيت او في كل مجلس او في كل يا حظ اللي كاف اليتيم يا اخي، دراسته تعليمه توفوق
إذا كان بيكون عالم، بيكون طالب علم، بيكون مهندس، كل أبونا نسمع هذه الكلام، وبعضهم يقول والله ما عندي قدرة على كفالة اليتيم، إني كل شهر أحول 200 ريال 250، الآن الجمعية تكفلت بهذا كله ب 300 ريال فقط، تحول لهم 300 ريال، فأنت كفلت معهم يتيم طول الحياة. ومعنى كفالة اليتيم طول الحياة يعني مو ليست كفالة شخص واحد، بل أشخاص كثير، يعني بيروح هذا وبيخلص هذا وبيجي بعده وبيجي بعده، فكفالات كثيرة. فلا تحرم نفسك أن تتصدق بما تجود به نفسك، إن قدرت على 300 ريال فهو الأكمل والأفضل والأحسن، إن قدرت على أقل فالأجر باقي والحمد لله. فلا تبخل على نفسك أن تعطي وتنفق مما أعطاك الله. المال هذا سوف تسأل عنه يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرء عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلو أتيت يوم القيامة وأنفقت مالك في هذه الوجوه، وجوه الخير، فأنت السعيد. ترى كنت سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة وسعيد عند ملاقات ربك عندما يسألك عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فلا تبخل على نفسك، وهذا والله أعلى وأعلم. اللهم جزاك الله خير. الله يبارك في حد شيء شباب مشاركه قبل نختم؟ ها عندك شيء ابو سعيد؟ بيض الله وجهك ابو محسن، بيض الله وجه الشباب جميعا، وافين جعل عمرك طويل. حفيت وفيت يا ابو محسن. اذا كل ما نسعى فيه من بدايه هذا البرنامج الى يومنا هذا والى ختام هذا البرنامج ان نرسم الابتسامه في وجه اليتيم باذن الله، بتكاتفنا جميعا وبتكاتفكم أنتم كذلك نرسم هذه البسمة الجميلة. على الوضع الشاب نتجه للهاوس بنشوف غدانا، وبعدها بنتجه للمجلس الأحمر بنتغدى فيه. بسم الله توكلنا على الله.